اليوم رجعنا لكم حتى نراويكم طريقة حفر القبر، بس اليوم الطريقة تختلف لأن الأرض صخرية. إذا كانت الأرض صخرية تحتاج إلى الهامر أو الكمبريسر اللي يستخدمونها الحفار حتى يقدرون يحفرون القبر ويهيئونه إلى الجنازة. إذا تريد تشوف طريقة الحفر تابع ويانا الفيديو للأخير وراح تشوف طريقة حفر هذا القبر بالمنطقة الصخرية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنت اليوم هنا تحفر بهذا القبر. نعم. أريدك تحكي لنا طريقة الحفر مال القبر، إذا كان مثلا الأرض صخرية سن قوي. نعم. وإذا كانت هشة قد تستغرق بقية الحفر مالتها شلون؟ الحفر إلى رمول. نعم. نحفرها بهذا المعول. يعني ما تحتاج ما نحتاج هذا الدرين. نعم. هذا الدرين إذا قاع صلبه نجيب لها مولدة ونجيب لها درين حمار. نعم. ونشتغل بالدرين. بالدرين. للسرعة. وإن أحسن تريح بدنا يعني تريح بدنا إن أحسن. نعم. وعلى مود نكمل بسرعة، خاف جاي جنازة مثلا، حتى لو ما جاي نكمل قبل نروح نرتاح ننام، إن كان بالليل إن كان بالنهار، لأنه إحنا عملنا يتطلب نطلع بالليل نطلع بالنهار. يعني قصدك بالنسبة خصوص الحفر ما بأي وقت، يعني سواء مثلا الظهر أو الصبح ماكو أو الفجر ماكو بأي وقت تحفر؟ ماكو حتى. نعم أي وقت، حارة باردة مطر احنا نطلع، خابرونا اي مكان، روح السنه هاي الدفان ما اجوا يعني. لا بس هو وداك بالمكان وقال لك انت وصف لي. نعم. قال لي تحفر بصف كريمه المرحومه هاي، تحفر بصفها. انت جيت حفرت؟ انا جيت حفرت بصفها عندها. نعم. قاع لفلان شيخ وصل لفلان عشيره. نعم. جيت حفرت بصفها. نعم. هاي انا ادري بها قويه. اي ادري بها، اي سابقا انا حافر بها وقويه، فش جبنا لها الدرين للسرعة. هسه شوية وراح نشغل المولدة. نعم. وننزل الدرين. نعم. زين ايش قد تستغرق وقت هسه هذا إذا كان حجري؟ ايش قد يستغرق وقت؟ إذا كان حجري 3 ساعات وفوق، 4 ساعات. اكو عندنا قيعان حتى يعني 5 ساعات ما يكمل. 5 ساعات. حجري قوي. أي حجري قوي. إذا ذاك شو نسميه ال5 ساعات وفوق؟ نسميه احنا ما عندهم جنازة يكون يعني قبر تحضير. ها يعني. نحفره ونعيفه. هذاك يحضرون بي تحضرون بي ما يكمل لا بيوم ولا يومين. احنا لقينا اكو على قبور محفورات. اي قبور محفورات هواي مغطيهن. نعم ايه. نعم اي. واذا هالشيء الى هالشيء لا مثلا ساعتين ثلاثه الى مثلا، بس بهذا اكو قيعان عندنا حتى ساعه واحده يكمل القبر. نعم. ساعه واحده يكمل. زين هم لاقتكم مشاكل؟ لا يعني فاحنا سمعنا اكو قسم حكى وقالوا بانه القبر هدم واكو ناس طاحت القبر يهدم القبر يهدم ماي داخل القبر اكو عين تطلع. هاي انا ذاك اليوم شفتها. ايه؟ عليو على التيك توك هم شفتها ذاك اليوم. هاي بعد انا ما ادري. ايه؟ لانه انا ما ادري هسه انه زاحل هيك التراب زاح التراب وطلع معي. ايه؟ هاي بعد ما ادري بيها. ايه؟ صحة هاي ما ادري بعد بها. هذا مال الماي والنزيزه. اي هاي تطلع هناك بالمقبره القديمه القريبه للامام وقريبه للبارزين خانه. نعم. ليش؟ لانه كانت نزيزه، هسه لعله رجع النزيز عليها وقام يطلع بالزايد، بعد ما ادري بها هذيك. العلم عند الله. اي فبالنسبه للرمول القاع الرمول قلت لك يعني قبر يعني ما نقدر نلحد، يعني يكون الجنازه يمنا نريد نلحد، يكون الجنازه يمنا راسا حتى تلحد راسا تدفن. هسه باشر بالعمل خلص. نعم. هذا الكمبريسر ولا الهمر؟ ايه هو الكمبريسر.
قلت لك هاني قلت لك اكو قاع بعض الاحيان اكو قاع احسن لنا بالدرين احسن لنا قلت لك يعني احسن لنا هسه هاي صار الساعة هادك بالمعول ما مطلعين مثل ذني هسه دقة واحدة بالهمر طلعن ثلاثة اربعة من ذني موجود شوفوا شلون نشتغل بيها بالدرين اي مو احنا من الشغل الدرين اي يصير تراب يقوم يوقع يكث علينا تراب منا ومنا فمن ترش الماي تبخ ماي هذا هيك تبخ ماي على مود من الشغل الهمر ما يظل ينكث علينا تراب فعلا لان الهواء مالته قوي اي الهواء مو الهواء مال الدرين مو مثل دقه المعول فعلا دقه الدرين اعدال 10 دقات من دقه المعول لا هم اكثر اكثر لانه هاي كهرباء فعلا كهرباء هسه من اللي جمعها ها اضافه للمولده والهمر الى مطر ما نقدر نشتغل به ليش يكهرب؟ يكهرب مطر ما نقدر نشتغل بيه زين انت اذا تمطر الدنيا وحتى لو فرضا قاع حشه ايه شلون تحفر بالمطر؟ ايش تسوي؟ نشتغل تخلي نايلون لا يعني ماكو مثلا يمي يصير سقيفه سقيفه مثلا لا مثلا هذا قبر يمي ومنا قبور ايه مثلا نسوي لنا فالسقيفه حديده جيب لنا مثلا صوره مثلا مذبوبه منا بداخل المقبره يعني هاي عتقه الصوره ذبوها حلها نجيبها نخليها هنا عن المطر نشتغل جواها نشتغل جواها إذا ماكو قبر منا نسوي لنا في الحديدة يعني فشي طابوقات ونحطها عليها ونشتغل إن شاء الله كل شيء أسوي لقين ونخلص شرعيات الميت جوا همات إحنا أريدك تحكي لنا عليها يعني شلون نسوي يعني هو شنو مجرد مجرد تفتح اللثام على الميت نعم هو يعني يجيك الميت الساعة بالمغسل معصبينه معصبينه شديدين انت مشدد الشدادات نعم. الايديه والرجليه كلهن لازم تفلهن نعم وتطلع خده هذا زين هم ليش يشدوهن بالمغسل مو على مود الجنازه تنزل براحتها تنزل براحتها مو هسه تعال انت جيب لك واحد الساعة ما مشدشد وتعال اعطيني اياه هي انا هسه نقرا هالقدها واحتمال انفتح انفتح يعني تروح عديه هتشي ايه؟ رجليه تروح هتشي ايه؟ فما ينزل براحته فعلا. فمن يشدوا قمطوا شلون ينزل براحته من يقمطوا مثل ما يقمطون الطفل الصغيرون نعم. على مود ينزل براحته هو هاي شنو الشدات الشدات كل نفتحن جوا احنا كل نفتحن جوا احكي لنا شلون يعني بعد شنو الشغلات قلت لك تفتح الشده من الراس نعم. اذا ان كان اكو نايلون عليه توخر النايلون تخلي خده على التراب ليش يخلون عليه نايلون مو على مود اكو بالمغسيل تجي جنازه مثلا ما ينقطع الدم بها ها يعني هذا مثلا حادث او غير اي مثلا حادث مثلا جنازه او مشرح او جنازه تنزيف ها فيخلون نايلون قبل الكفن احنا قدر الامكان من ننزل جوا الميت نشوف اذا مثلا مقطوع الدم نوسد نوخر النايلون نوسد ولا واذا بعده الى بعده بعد هو يقول لك الشرع والمغسيل والمرجعيه يقول لك وسد من ورا النايلون من ورا الكفن النايلون عادي خلي خده على التراب من ورا النايلون ما بس يكون الدم ما يسيح على الكفن على مود يبقى طاهر ماشي إيه؟ بعد شنو غير ذا نسويه هذا بعد تلقن تكمل ورا التلقين النوب السد اللحيد النوب ورا اللحيد تجيب من هذا الماي هذا الماي تخبط تكمل هذا النوب السد اللحيد الطابوقات الطابات طابوقات اللبن تشرق اللبن عليهن على مود ما تصير فتحه تبقى مفتوحه ينزل عليها مي رمض زين هذا يعني مرور الوقت هذين اللحد اللي توسدن ما يخسفين طابوقات
الطابوقات ورا اللي يخليهن واللي يسطرهن. اه اذا كان مثلا قويات مرتبهن عدل. اها مرتبهن عديل ما يدفعن. ما يوقعن ما يدفعن. وان كان اكو مثلا بعض الاحيان جماعه ما يصفطهن بصوره صحيحه. راح يدفعن. ها مو يعني مو عن بيصفطهن بصوره، بس اكو قاع تهدم. هي حتى لو صفط الطابوقات هي القاع رمل حيال. نعم. يعني تعيفها بدون طابوق افضل. تعيفها بدون طابوق افضل. لانه هذا الطابوق حتى لو سطره يوقع بعدين. فعلا. يوقع لانه. ليش برمل وماي؟ ليش ما اجيب مثلا جصات شوي لو. جص مفخور بالنار. ها. مفخور بالنار، ما يصير يقول لك يصير شيء مفخور بالنار ينزل للقبر. خو ليش احنا نجيب هذا الطين؟ هذاك الطين. اي فعلا ليش يجيب اللبن؟ اللبن. ما مفخور. ما مفخور بالنار. على مود ما مفخور بالنار السد اللي حد بيه. احسنت. نعم نون غادي. زين بعد هم طلع العين خلي بيها تراب من هذا الحكي نسمع. هاي العين سوالف فاتحه. اي احنا نسمع بها اي هاي مال العين يعني تفتح عين بنادم بنادم شلون اي فهاي بنادم ما يترس عينه هاي صم التراب. هاي سوالف فاتحه ايه؟ وما تجيب ايده خليها جوا خده ايه؟ هاي ماكو يعني هاي مو صحيح. هاي مو صحيحه. نعم. ما انا عمري وانا صغير اشتغل بالمقبره ولحد الان هذا كبري ما فرد يوم خليت ايد جوا. مو انا احنا نسمع على اساس خليه خده حبيبي وعلى حبيبي خلنا خدمك. نعم. هاي ايد ما فرد يوم جبتها وخليتها جوا ايد ميت ولا جيب فد يوم جبت تراب وخليتها بعين الميت. يعني هاي مجرد سوالف فاتحه. نعم. سوالف فلان او فلتان يردون يقصون هذا يحكون على هذا يحكون على ذاك فلان ما يشبع ما يتسع عينه غير صم التراب. نعم مجرد مثل. مجرد مثل. نعم مجرد مثل. مثل لا اكثر. ايه. نعم. زين بعد شغله شنو فائده الجريده الخضراء اللي يخلونها وياه؟ الجريده هاي انا حسب العلماء يعني ولد اسمه يقول لك هاي عود لما التبس الا يتحاسب الميت. هاي الروايات اللي نعرفه على اساس هو ثلاثة ايام ولا ثلاثة ايام خطار اي او اول ثلاثة ايام خطار ولاية امير المؤمنين هو احنا ندري به ورا ثلاثة ايام يتحاسب كل من واعماله كل من واعماله عمله حسين ايه؟ هاي مال الجريدات مستحبات 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 يعني ما لها صحه مثلا ايه؟ هاي وهاي بس الجريده اي لا هاي الجريده ما يبس شلون ما تيبس. نعم تيبس يجوز بسنه اقل السنه سنتين ايه؟ عرفت هاي الجريدات والتربه والسبحه كل المستحبات واضافه للتلقين هو. نعم. حتى التلقين ترى مستحب يعني للعدل هو شيء يعني اللي جايين مثلا جماعه المشيعين يسمعون هذا يسمعون التلقين يقول لك لعله التعظ شيء اكيد عرفت يعني هو مثلا 12 امام الا ما يعرفه مو بوقته صار له 50 سنه عمره او 60 سنه او 100 وهو ما مصلي وهو ما مصلي انا هسه اجي اقول لابويا اسمع وافهم واعلم يا فلان ابن فلان الله ربك محمد نبيك عدل الأمة الكعبه قبلتك القران كتابك هسه اريدك تلقني هسه القن. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين اسمع افهم اعلم الا اتاك الملكان المقربان من قبل الله عز وجل قول لهما بلسان صحيح مليح الله جل جلاله ربي محمد نبي علي امامي فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين سيدتي الحسن امامي الحسين امامي علي بن الحسين امامي محمد الباقر امامي جعفر الصادق امامي موسى الكاظم امامي علي بن موسى رضا امامي محمد الجواد امامي علي الهادي امامي حسن العسكري امامي الخلف الحجه المهدي عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه امامك الفاتحه قبلها الصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبه للدفن بالسراديب احسن لو بالارض هاي المفتوحه احسن للدفن بالنسبه للسراديب. نعم. السراديب على مود مجموعه سوى هاي. بالنسبه للدفين القبور عندي انا افضل من السرداب. شلون من يا ناحيه؟ من ناحيه الريحه. بعد من ناحيه الريحه مثلا تجي تنزل للسرداب ايش ما تخلي رمول الريحه تبين هي بعد هذيك ريحه قويه. نعم يراد لها وقت يلا تروح. اها واحده هاي واحده. شيء ثاني متي تدفن لك جنازه مثلا بقبر قدر الامكان حتى لو مثلا للحزام متر اي ما تطلع ريحه فعلا لان التراب متر أي. حتى لو متر جوا القاع
ما تطلع الريحة. نعم. لأنه الريحة مغموتة جوه. وراح يجي النوب فوق القبر مالته هذا التراب تجيب الردة. نعم. فوق التراب فوق التراب إضافة لهذا البنيان أو هذا أو غير نوعية أشكال البنيان الشكل. كل منه ونوعته اللي رغبه الأهل الميت اللي رغبوه. نعم. البنيان. نعم. زين بالنسبة لقسم الناس يشوفه يسوي القبر مالته سبع طوابق شنو فايدته؟ هاي هو بالغيرة. نعم. بالغيرة. يعني مثلا هذا الناس هذول مسوين هذا القبر ايه؟ اربع سوف وفوقه من هذا الاسلامي. نعم. يقول لك احنا مريد عالي. نعم. اكو ناس هسه مسوين ذاك القبر. نعم. انصى يعني بس هاي اللي هنا. نعم. ما يريد عالي. خير القبور هو الدوارس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القبور الدوارس. نعم. اللي ما بدون قبر. اللي القبر لا مو تراب يعني يكون هيك يستحب شبر. يستحب هو يكون قبر عن القاع شبر. مجرد اسم. بس هذا هو القبر اكو ناس تبني مثلا هيك مرمر، اكو ناس تبني من هذا الايطالي، هذا يعني من حرقة القرب. انا هسه ميتي وانا بدي اسوي له احسن بنيان. اكو ناس تسوي غرف، اكو ناس تسوي قمريات يعني كفي للميتة يعني من يجيب الزيارة. نعم. يفرش جواها يقعد جواها ياكل لا عد اكلها ما جايبوا ياك باتون. نعم بالزيارات. نعم بالزيارات اكو عندنا مكانات واكو ناس ايه؟ مؤسسين حتى كهرباء المقبرة مالتهم مولدتهم يجيبون مولدة يشغلونها. احنا لاقينهم فعلا. اي نعم احنا عندنا مكانات لسه هنا جروا لها كهرباء. اي هذا عندنا شيخ تحسين جبر العلي. نعم. جروا لها كهرباء. نعم. زين شيخ شعب بعد اكو شغله. بالنسبه للقبر. اي شرط جد القبر مالك للكتاب هذا اذا الشرع الشرعي. اي للكتف اي انت تقلد من اي رساله السستاني كاظم الحائري. نعم. محمد الصدر رحمة الله على روحه. نعم. قدس الله سره. نعم. يقول لك رمات الكتف. نعم. دفن. بس هاي احنا مثلا من يمنا نسوي قامة رفعة ايد هاي من يمنا احنا بكيفنا. اكو مثلا يصير غميق قامة رفعة ايد قامة ونص هذا شنو على مود يلوح الرمل الناعم. من يلوح الرمل الناعم على مود شو يسوي باللحد يلحد براحته. يلحد براحته. بدل ما يلحد بالدرين. نعم. بدل ما يلحد بالدرين هذا. ايه دحين يلحد بال. ايه. بدل ما يلحد بالدرين على مود يلحد بهذا المعول الصغير. هذا يتعب. ايه يتعب صح. هذا يتعب. صح. لأن احتمال مثلا يوقع عليه من يظل الدرين هناك وهاي خاف يوقع عليه. ايه. يوقع عليه. ايه. لا بالنسبة للدرين ما يوقع عليه حجر أو غير حجر. ايه. بس شنو يتعب باللحد. يتعب. نعم لان المكان ضيق جوه مكان ضيق انت تشوفه انت هو مكان يعني ما اقول لك شبر واربع اصابع يعني شبرين شبرين هو مكان شبرين يعني مجرد يطب نشتافي به اي هاي مجرد يطب نشتافي به وباضافه من جوه انا اسوي لحد على طول الميت ان كان طفل ان كان رجال كبير نفس الحجم نفس الكبر لا مو نفس الكبر يفرق باللحد نعم احنا مثلا بعض الاحيان يقولون طفل عمره مثلا 5 سنين 6 نسوي له لحد يعني مال يعني على قده من يجي شوف جنازتنا عايز لحده توسع نقول له شويه دقيقه نوسع وبعض الاحيان يجيبونا احنا مكملين جيبه ندفن راسا ونروح زين هم فد يوم من الايام استغربت بشيء بخلال الدفين؟ لا يعني جنازه انا حتى ابات بالمقبره لا ما اعرف انا ايه؟ يعني مثلا الميت سمعت ما عنده في الصوت لا 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 لا, لا. يعني ما اكو هذا ما له علاقه لا ما كل شيء ماكو قلت لك هاي سوالف فاتحه سوالف فاتحه نعم هاي من يقعدون ظلوا يسولفون فلان يقول هيك فلان هيك بس هي انا اقول لك شيء واحد نعم القاع مثلا تجي مثلا رمل تسهيلات نية الميت. ايش صحيح؟ نية الميت هذا يجي قاعه رمل حيال. واكو مثلا قاع يجيك صلبه. ما تعرف القاع بعد هي كل من واعماله. اكو مثلا بساع ينحفر قبره. نعم. سهل بسرعه بسرعه. واكو مثلا بعد تناحط به وترجع لورا. تجيب له الهمار طفي يا سيد علي ووجه يا سيد علي.
إن شاء الله عجبكم الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.